كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، بصحه جيده. من بعد تفكير مطول قلت علاش لنا ندير لكم هذا الفيديو. المهم بغيت نشارك معكم البدايات ديالي فاش جيت لايطاليا والمشاكل اللي وقعوا لي مع الصحابات، وموضوع طويل ديال الصحابات. ثلاثه ديال الصحابات هما اللي غنجبد لكم غنهضر لكم عليهم. اول وحده البنات غندوي لكم عليهم. قبل ما نهضر بعدا، شوفوا راه ما ديروش ثقه في الدريات. شوفوا الصحابات ديال الغربه راه ما كاينينش، صحابات ما كاينينش. من رحم ربي ديروا وحده، شي وحده هي اللي ديروا، وشوفوها هو الاول الاصل ديالها كيف داير. اقسم بلا اله الا الله، الا انا داكشي اللي دوز راه بزاف. اول وحده البنات كنت ساكنه عندها كانت كتقول لي انتي اختي، انتي صاحبتي، انتي من هنا، انتي من هنا. صافي سكنت عندها، ولكن يعني كنخلص ليها كراها، كنخلص الكاس والضو، كنخلص السبيزه ديالي كنقسمها معاهم، داكشي اللي كيجيني. المهم داكشي اللي كيجينا في الكاز والضو في السبيزه كنعطيه. صافي كنشري الحوايج، كنقول لها هاكي هادي، ما كتشريش الحوايج، كنقول لها ها انت هادي تجيك زوينه، هاكي خدي هادي ونجيب لها كادو معايا، نشري شي حاجه نجيب لها معايا. انا بحال هكاك، نبغي نخرج ناكل شي حاجه على برا كنقول لها يلاه ناكلو. المهم انا يا خدامه، صافي انا خدامه كنجمع فلوس. المهم اللي جبتها كنجمعها صافي وكنحطها عندها، ما عندي كي ندير الفلوس، يعني فين غنديهم؟ ما عنديش، ما عندي هذيك الساعه ما عندي لا ورق لا والو. كنجي البنات يعني كنتخلص وكلشي، كنجيب لها الفلوس كنقول لها هاكي انت جمعي لي الفلوس. كتقول لي نيت اه نجمع لك، عندك تخسريهم عندك ديري لهم. قلت لها اوكي صافي. قلت لها شوفي ها انت جمعيهم لي، الا لقيت ان شاء الله يعني كيفاش نصايب وريقاتي، يلقى يتحل شي قانون ولا يعني اما يتحل شي قانون يا اما يعني يكون شي مارياج ولا شي حاجه، يكون عندي الفلوس، ماشي عاد نبدا نقلب وعطيوني هذا وديروا فعلوا. انا ماشي من داك النوع طلاب ولا عطيني ولا فعل ليا ولا ترك ليا، حتى واحد ما يعطيني، حتى واحد ما يخلص عليا، حتى شي واحد، حيت ناس سديت عليهم على قبل بحال هكا. ما عنديش مع ديك كولورادو السبابات والجير وداك التخربيق، ما عنديش مع، ما يعطيني حتى شي واحد شي حاجه. ايوا صافي البنات. المهم بقيت كنجمع عندها كنجمع عندها كنجمع عندها الفلوس. صافي خليت جمعت عندها الفلوس وصافي. من بعد حنايا انا ما ساكناش غير بوحدي، ساكنين معنا دريات. هادوك الدريات اللي مسكنه بحال واحد خيتي حست بالعلاقه ديالي انا وياها كيف دايره، ما عجبهاش الحال، نط كدير لينا المشاكل. الاخرى نزلت للمغرب فاش جات، الاخرى بقات كتوصل لها الهضره، قالت علاه كنت كتشد فوق الحتة كتفعل كترك، وانا راه كاع ما مساليه لداك الشيء. انا بعدا فاش تلقايني في شي جماعه، تلقايني في شي جماعه ديال الضحك عزيز علي. انا اصلا ما ندويش عزيز عليا، نبقى نتصنط ونكركر، كنبقى نتصنط ونضحك. الناس اللي كيتفرجوا فيا وكيعرفوني راه غيقولوا غيقولوها، انا ديما كنرجع للور كنبقى نتصنط وكنبقى نضحك. ايوا صافي قالت لها راه قالت لك وفعلت لك ودركت لك ما خلات غير اللي نسات. نشوف لقيتها هي اصلا وحده مريضه نفسانيا وعندها انفصام في الشخصيه، حيت انا ما فهمتش كيفاش مشات قالت ليها، مشات قالت ليها ومن بعد انا كتضحك معايا وكتهضر معايا. فجينا نشوفو كلشي وقلبت هذا، لقيت هذيك الدريه اصلا يعني الوالده ديالها كتقول لهم راه السيده راه مريضه، راه عندها انفصام في الشخصيه، ومن هنا يعني السيده مريضه. والاخرى فاش مشات عندها تيقاتها، مشات لها في الشخصيه الاخرى تيقاتها. وصافي قالت لي شوف اختي غتجمعي حوايجك وغتقلبي فين تسكني، وانا فين غنمشي البنات؟ ما عندي لا لغه لا وراق لا حتى شي حاجه. وجات على غفله، جاب الله واحد العقل عندي. قلت لها شوفي، قلت لها انا دخلت نهار فلان فلاني، وداك النهار فلان فلاني بقات لي شي 8 ايام هكاك ولا 7 ايام. قلت لها منين وصل النهار اللي انا دخلت فيه راه غنخرج، النهار بالضبط غنخرج. قلت لها وهذيك الامانه اللي كنجمع عندك حطيها ليا. قالت لي امانه ديالك؟
دغيا يلا بغات نكرني، قلت لها هذيك الامانه اللي عطيتها تجمعي ليا راه واصله عليها. قلت لها هذيك الامانه ديالك راه باش ما نخسروهاش ولا شي حاجه، راني صيفطتها للمغرب وراه محطوطه في امان الله. قلت لها علاش تصيفطي لي انا دابا؟ تخيلي انني لقيت مارياج ولا لقيت كيفاش ندير الوراق، تحل القانون، فين هما الفلوس باش غنديرهم؟ واش كتضحكي عليا؟ قالت لي لا، انا كنفكر ليك غير باش تجمعي وباش ديري وانا ديتهم من المغرب. قلت لها اختي هذوك الفلوس انا واصله فيهم. قالت لي صافي ها شوفي انت نهبط انا للمغرب وديك الساعه نعطيهم لك. يعني تاعت هبطي للمغرب كانت هي يلاه جات من المغرب وكانت مشات دفعت في واحد الدار وكتخلص في هاد الطريقه. قلت لها سمحي لي يا اختي، قلت لها انا ما نتسناكش تهبطي للمغرب، حنا اصلا فالينا هذا دابا رزقي، راه بغيتو اختي الله يرحمك الوالدين خلينا زوينين عطيناها رزقنا، راه ما طالبه منك حتى شي حاجه. قالت لي وا دابا انايا شكون اللي غيمشي غياخذهم؟ الوالده ديالي كبيره وعاد. قلت لها شوفي ماشي مشكل، كاينه عائلتي اللي غتمشي غتاخذهم من حدا الدار، خاصها تخرج الوالده وعطيهم لها، وعطيهم لها الله يرحم لك الوالدين اورو. صافي ما تصرتش ليها اي فاش قلت لها راه كاين اللي غيمشي تصحاب واش ما عندي حتى شي واحد، ما تصرطاتش ليها. قالت لي اوكي، وهي الفلوس راه خسراتهم. قالت لي ولكن غتصبري عليا واحد الشويه حتى تمشي الوالده لداري، عاد هذيك الساعه تهزو. هي ديك الساعه بغات لا ماشي مشكل. قلت لها قبل ما نخرج انايا من عندك من هنا يكونوا موجودين باش مع السيد يمشي يهز الفلوس حتى انا نمشي من هنا. قالت لي اوكي صافي. دبرات عليهم عاد صيفطت، متهنيت حتى صيفطت وهزيت الفلوس. ناضت بدات كدير لي المشاكل مع الدريات، بعدا قبل ما ناخذ الفلوس ما تصرطاتش ليها، بدات كتجبد لي السطر. وحده كتسكن معانا ناضت جبدات لي معاها الصداع، قالت لها راه كتقولي عليك وكتفعل عليك وانا راه كنمشي للخدمه وكنرجع في العشيه وما كنعمرش معاهم، يعني انا حتى الدريات اللي كنعرف راه السلام السلام. صافي جبدات الصداع الاخرى ولات قانيه عليا وانا ما بقيتش كاع كنهضر معاها. صافي دازت ليا وهي تجي عندي بنت خالتها هذيك اللي ولات قانيه عليا اللي جبدات ليا مع الصداع. قالت لي مالك مشيتي قلتي في هذا؟ قلت لها اختي انا والله ما قلت فيها شي حاجه، علاش شكون اللي قال لكم؟ قالت لي لا راه الاخرى مشات كتعمر فيها وهذا. قلت لها اختي انا والله ما قلت فيها شي حاجه، قلت لها بغيتي كاع نمشي نوقف يعني نمشي انا فاش كنكون عارفه راسي ما درت حتى شي حاجه، راه نمشي يعني بيناتهم نمشي نوقف نقول لها واش انا قلت؟ قولي عليا في وجهي يعني غنمشي غنحشمها. قالت لي لا صافي شوفي، عيطات لها قالت لها شوفي جي انا راه كاينه دابا مع غيزلان اجي راه بغات تهضر معاك. جات قلت لها واش انا بيني وبينك شي حاجه؟ عمرك سمعتي من فمي شي كلمه قلتها لك؟ قالت لي لا. قالت لي لا راه الاخرى جات قالت لي راه كتقولي فيا الهضره وقلتي فيا انا عروبيه وانا هكا وانا هكا. قلت لها واش سمعتيها من فمي؟ قلت لها وديجا هذيك امتى جات قالتها لك؟ تخاصمت انا وياها، علاش ما قالتهاش لك من قبل؟ قالت لي انا راه اختي قالت لي والله سمحي لي كنت غنصيفطك للحبس. وهاد الهضره وقسم بالله الى الدار وما عارفينهاش، دارنا يعني دارنا ما عارفينهاش ما قلتهاش ليهم. قالت لي كنت غنصيفطك للحبس، كنت غندبر على شي حاجه غنحطها لك وسط حوايجك انك كتخربقي وكديري وكتفعلي وما عندك لا اوراق لا والو، غنعيط لك للبوليس وما عندك لا لغه لا حتى شي حاجه، وغايجيو غيلقاو عندك هذاك الشيء في حوايجك وغصيفطك للحبس. قالت لي سمحي لي بزاف ما عرفتكش. قلت لها شوف اختي انا ما درت لك حتى شي حاجه وما بيني اصلا وبينك والو. صافي هذيك بنت خالتها فاش دارت هذاك لو جيست عزات عليا، فاش كنشوف راسي انا ما درت حتى شي حاجه، وحده كانت غدي لي 5 المليون، وحده كانت غتصيفطني للحبس، وداك الشيء اللي قالت لي الدريه ما نقدرش نقوله لكم، نقدر نمشي ب5 سنين ديال الحبس. وهذا الشيء كامل يعني على قبل بنادم ما حملكش وصافي. هذاك الشيء علاش البنات راه فاش كتجيو لاوروبا راه عزلوا فين تسكنوا، عزلوا راه الا ما عندك هنا حتى شي واحد، الا ما عندك حتى شي واحد هنا يعني ما عندك حتى شي واحد في الغربه
خاصك تكوني يعني مرا وقاده، وما ديريش الثقه في اي واحد، والله ما شدي ثقارك، عرفتي غتشدي ثقارك وتقولبي، تشدي ثقارك ويديروها بك، اقسم بلا اله الا الله. وتخيل وحده ما بيني وبينها حتى شي حاجه، تمشات وكانت غتصيفطني للحبس، ودابا انا عارفه الوالده غتفرج وغتقول لي لا وما قلتيهاش ليا وهذا، واخا هادشي راه داز عليه دابا شي 4 سنين تقريبا اللي دازت عليها، 4 سنين صافي داز. هذاك ديك الدريه فاش بنت خالتها دارت هذاك لوجيس بحال عزات عليا، قالت لها لا شوفي السيده راه في شكل وماشي هذاك النوع، وماشي هذاك النوع اللي ديال المشاكل وتقول لك وهكا وهكا. قلت لها انا راه ماشي من هذاك النيفو اصلا، قلت لها باش نبقى متعاوده لك. صافي قلبناها ضحك، بدينا كنضحكوا وكلشي، صدقات هذيك الدريه ولات صاحبتي بنت خالتها. صافي ديك بنت خالتها تصاحبنا انا وياها، دبرات ليا هي فين نسكن، صافي مشيت سكنت صدقت ساكنه انا وياها عند واحد السيده. صافي بقينا جالسين، انا كنمشي لخدمتي حتى هي خدامه، كنتلاقاو في الدار في العشيه. الويكاند ما كنكونوش خدامين، كنخرجوا كنضحكوا نتغداو على برا ولا نتعشاو ونرجعوا عاوتاني للدار. صافي داس ليا دبرت انايا على واحد الدويره. صافي راكم عارفين عرفتي راه فاش كتسكنوا مع عباد الله مع الدريات، اقسم بالله الا هذا كيرجع هنا كتولي كتقولي فاش كتخرجي بصحتك وبخير وعلى خير كتقولي الحمد لله. صافي لقيت هذيك الدويره قلت لها شوفي بلا ما تبقاي ساكنه هنايا، جي سكني معايا تسكنوا انا وياك. فاش شافتني انايا كريت الدويره جات هي وهاديك الدويره كريتها يعني غير من عند السيد بلا ورق بلا والو، مشات هي جابت بنتها من المغرب كانت بغات تجدد ليها الوراق وجابتها. صافي فاش جاتها وقع ليا انايا مشكل، نقصونا من الخدمه. صافي حتى انا تنقص من الخدمه حيت راكم عارفين مع الدير ديك الساعه برقه على جوج، غتنقصي انت الاولى اللي غيحيدوك من الخدمه. ايوا صافي باش نقصونا جالسه انايا، جالسه يعني ما خدامه ما والو. ناضت جاب الدري قلت لها شوفي، قالت لي نقلب نشد لها شي وحده، قلت لها صافي خليها تبقى جالسه في الدار معايا، انا راه ضروري غنوض ندير فطوري ندير غدايا ولا نخرج نضرب دورو غنديها معايا ماشي مشكل. صافي قالت لي اها بصح نيت داكشي اللي درت، بقات معايا الدريه. جاتني فرصه ديال الوراق، دفعت في واحد القانون وعطاوني امتى غنمشي باش نمشي للكويسورة. صافي فاش عطاوني امتى غنمشي للكويسورة نط انايا، قلت لها اش كاين اش كاين، قالت لي قربات بحال قلتي الغد لي راه عندي. قالت لي انا اللي عندك تمشي غيصيفطوك للمغرب، وراه كاين تصيفيط وغترجعي للمغرب ومن هنا ومن لي، وعندك تمشي لا ما تمشيش. وها خلعتني صافي، عرفتي كتقولي عرفتي فلانه صيفطوها وعرفتي فلان صيفطو وعرفتي فلانه صيفطوها وفلان صيفطو، هذيك فلانه ولا داك فلان راه شدوهم في شي بلاصه ولا راه شدوهم كيديروا شي حاجه، انا ما كندير حتى شي حاجه وغيصيفطوني راه ما يمكنش. قلتولي لا انا بغيت لك على الخير صبري تلقاي مارياج ولا تلقاي شي حاجه اخرى، لا انتي راه عزيزه عليا وهذا. الله يدوز عليا لقيته ديال التبصام وكاع دوك اللي كانوا معايا دابا راه خداو ريقاتهم شحال هذا. ايوا صافي فاش قالت لي بحالك كثرت، قلت لها صاحبتي ما غاديش تمشي بيا للزوبيه. ساعه تلاحيت فيها يا ربي تسمح ليا. ايوا صافي فاش قلت ليها بحال هكاك ها قالت لي ما تمشي. صافي حتى انايا منيتي ما مشيتش، طلعت السيدة هي كتستغل فيا ما بغاتنيش نمشي. حتى داك النهار هي باش نبقى انا حاضية لها بنتها وباش انا ما نعرفش، كنقول لها شوفي واش كتعرفي شي مدرسة يلاه معايا ليها غنتقيد فيها باش نتعلم العربي، باش نتعلم العربية نتعلم الطليانية. كتقول لي لا ما تعلمي والو شي، خاصك تهضري مع الناس خاصك ديري خاصك. كنقول لها اه راه مشي مدرسة غنتعلم فيها وعاد غنبدا عاوتاني نهضر مع الناس غنتعلم كتر والو، يعني ما زادتش بيا القدام خلاتني غير اللور، ما صيفطتش ورقيه وما تعلمتش اللغه. صافي
من بعد بان لي داكشي ماشي هو هذاك. الوالده كتقول لي شوف هذيك السيده ما بقيتش كنحملها، ما مرتاحاش ليها، صافي عافاك بنتي عطيها التقار. داكشي اللي درت قلت لها اختي هادشي صافي ما بقاش عاجبني، ها انت شوفي ها هي بنتك شديها وشوف لها شي وحده اللي تقابلها وصافي هزي حوايجك الله يرحمك الوالدين وصافي. ناضت اشنو دارت؟ خليتها في البيت، جمعت حوايجها وكل شيء. فاش جمعت حوايجها البنات مشات ليا البلاصه فين حاطه الفلوس هزات، حيت انا فهمت انا هانيه ماشي عندي شي بلاصه كنمشي كنخبي فيها الفلوس ولا شي حاجه. مشات للبلاصه اللي فيها الفلوس، عندي فيها 1000 يورو هي اللي جامعاها حطاها هزاتها. خرجت كنعيط لها ما كتجاوبنيش، من بعد كنعيط لها كتقولي لا ما هزيت لك والو، لا راه ديالي فهمتي. كتدخل وتخرج في الهضره، ناري عرفتي راه شدتني بحال الحرقه، شدتني بحال الحرقه. وهذيك 1000 يورو والله ما قلتها لدارنا حتى فات مده، هذيك اليوم راه دات لي 1000 يورو. ايوا صافي دات لي هذيك، كي كنبكي قلت شو خرجت عليا فراقيه، كنت غنمشي نشوف والديا، خرجت عليا دات لي فلوسي، انا ما درت معاها الخير. علاش انا ديما فاش كندير الزوين مع بنادم كيردوا لي بحال هكا؟ علاش زعما انا ساذجه؟ انا حيت انا حنينه، حيت انا هكا كنقول فيها خير ماشي مشكل نتعلم. صافي من تما درت كروه على البنات، ما بقيت كنهضر مع حتى شي واحد، خدمتي الدار الخدمه وسالي. الحاجه اللي بغيت نعرفها البنات، علاش كتستغلوا بنات بلادكم؟ علاش فاش كتجي شي وحده كطيحوا بها؟ علاش كتبغيو تستغلوها كتكون هي مقهوره وحالتها حاله وكتبغيو تستغلوها؟ راه عمركم ما تربحوا، اقسم بالله هذيك القهره ديال الدمع اللي كتهبط ولا ديالو ما كتشوفها مقهوره وتا هي كتبكي معاها وكدعي لكم، راه عمر شي واحد ما غيطفر ولا غيربح. راه حشومه وحده راه مقهوره، خاصكم حتى نتوما تكونوا بجنبها، حتى نتوما تعاونوها. بالعكس انا ما كرهتش ديك الساعه نلقى شي واحد اللي يعاونني يزيد بيا القدام، حتى انا يعني كون دخلت للمدرسه شحال هذه كون قريت وتعلمت اللغه، بقيت انايا فداك لونتوغاج ديال العرب، خدمت في ريستورانت حتى هي ديال هضر غير بالعربيه، يعني ماشي مشكل في الطالينيه، تعلمت غير شي كلمات يعني غير كتكلخي كتسولي شي واحد هاد البلاصه فين جات، وهذا ما باغيش يزيدوا بك القدام كاع. اقسم بالله الا انا حاليا اي واحد كيوصل عليا في شي حاجه اللي انا كنفهم فيها بالعكس نوريها ليه، نقول لي خاصك تدخل من هنا وتخرج من هنا ونبقى معاه بشويه بشويه. علاش انا شندي معايا؟ حيت كنتفكر هذاك الشيء اللي داز عليا. ما عندي صحابات، عندي صاحبتي وحده هي ساره في الغربه، كندوي على في الغربه، عندي صحاباتي اخرين ما تقلقوش راه عارفين ريوسكم، نتوما صحاباتي يعني من زمان. ولكن في ايطاليا كاينه صاحبتي وحده هي اللي تعرفت عليها انا في ايطاليا ساره، ولكن كنعرف ساره، كنعرف الوالده ديالها، كنعرف خوتها وليداتها راجلها، يعني كنعرف عائلتها كامله. والوالده ديالها الله يعمرها دار دايره بحال الوالده ديالي، نفس داكشي ما تبغيش لك شي حاجه خايبه، نتمنى لك الخير، وقفوا معايا بزاف د الحوايج الله يجازيهم بالخير. وعندي واحد صاحبتي هنا اخرى يلاه جات، هذيك عاوتاني هذيك ابر هذيك بوحدها، انا كنهضر على يعني اللي تعرفت عليها، يعني ماشي ديال المغرب، اللي تعرفت عليها هنا في الطاليان. والله عندي صاحبه وحده هي اللي كنتمنى ان شاء الله الصحبه ديالنا تبقى غاده. راسكم البنات خذوني قدوه انايا، ما ديروش الثقه في شي وحده ولا شي حاجه. وحده كانت غدي ليا 5 مليون، وحده دات ليا 1000 اورو، وحده كانت غتصيفطني للحبس، وحده خرجت ليا على ورقيه. يعني هذا الشيء راه بزاف. طولت عليكم البنات بزاف بزاف في هذا الفيديو، كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه. وما تبقاوش تثقوا، ما تبقاوش تثقوا، ما بقى الثقه في هذا الوقت. المهم تهلاو ليا في ريوسكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لي جيم، وشاركوا الفيديو مع الصحاب والحباب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.